Geox. Amphibiox. Volkswagen. أعزائي متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم كل الخير. شهدت المملكة خلال الأيام الماضية أجواء أقرب ما تكون إلى الربيعية، في حين يتوقع حدوث سلسلة من التغييرات على حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وذلك نظرا لتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي. يوم غدا الثلاثاء يبقى الطقس دافئا، تكون الأجواء أقرب ما تكون إلى الخماسينية، ويتوقع تكاثر السحب المتوسطة والعالية، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومحلية من المطر في أجزاء مختلفة من البلاد، وذلك خلال ساعات النهار. مع ساعات الليل تزداد نسبة الغبار في الأجواء، ويبدأ تأثر البلاد مع ساعات ما بعد منتصف الليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، لذلك يتوقع هطول أو تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من المطر في مناطق البادية والجنوبية والشرقية. فرصة هذه الأمطار تشمل أيضا محافظة العقبة. يوم الأربعاء يزداد تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، تتسع رقعة المناطق المشمولة بفرص الأمطار الرعدية لتشمل المناطق الشمالية والوسطى أيضا. يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، تكون الأجواء ما بين غائمة جزئيا وغائمة أحيانا، وتكون الفرصة مهيئة كما قلنا لهطول الأمطار في أجزاء متفرقة من البلاد، تكون أحيانا رعدية وغزيرة خصوصا في مناطق البادية الجنوبية والشرقية، لذا يحذر من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. يومي الخميس والجمعة يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، تكون الأجواء غالبا غائمة بسحب منخفضة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى. بالنظر إلى المنحنى البياني لدرجات الحرارة في العاصمة عمان خلال الأيام القادمة، يوم الثلاثاء تكون الأجواء دافئة نهارا، الحرارة العظمى 19 إن شاء الله، أجواء غائمة جزئيا ومع هطول أو احتمال هطول زخات خفيفة ومحلية من المطر في أجزاء محدودة من البلاد. يوم الأربعاء كما قلنا حالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع هطول زخات من الأمطار تكون أحيانا رعدية وغزيرة خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية، وتشمل الفرصة محافظة العقبة. يوم الخميس والجمعة المزيد من انخفاض الحرارة، الحرارة بالنهار بتكون تقريبا 11 إلى 12 درجة مئوية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال وسط البلاد. يوم السبت تستقر الأجواء وتنتهي هذه الحالة الجوية. هذا كان كل ما لدينا حتى الآن، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.